افتتح سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان مركز تدريب ريادة الأعمال، وذلك في إطار حرص الوزارة على مساندة وتشجيع الشباب البحريني على دخول مجال ريادة الأعمال وتأسيس وإدارة مشاريعهم الخاصة بهم. وأقام مركز تدريب ريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرا لقاءات تعريفية للبرنامج لعدد من الباحثين عن عمل الراغبين في دخول مجال ريادة الأعمال، حيث سيتم البدء بتدريب 50 مواطنا باحثا عن عمل من المسجلين لدى الوزارة كدفعة أولى ليكونوا أصحاب مشاريع ريادية كخيار بديل عن التوظيف. وفي تصريح له بهذه المناسبة أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمبادرات الشباب البحريني وإقبالهم على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإدارتهم لمشاريعهم الخاصة بهم، مؤكدا أهمية دعم تلك المبادرات ورعايتها وتنميتها بما يحقق لهم الاستدامة في إدارة أعمالهم الناشئة ليكونوا رواد أعمال متميزين يسهمون في حركة عجلة التنمية والاقتصاد في مملكة البحرين. وقام سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية بتفقد المركز والاطلاع على وسائل التعليم والتدريب في مجال ريادة الأعمال الخاصة. تتمثل أهمية إنشاء هذا المركز التدريبي من عن طريق مساندة الجمعية البحرينية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنمية ريادة الأعمال بالنسبة إلى الداخلين الجدد في سوق العمل. يعني فكرة بدل الاتجاه إلى الوظائف التقليدية التوجه إلى إنشاء المشروعات واستخدام المواهب والإبداعات الشخصية والمهارات الشخصية لفتح أعمال جديدة تتوافق مع ميول واستعدادات المتوفرة عند المتقدمين. فالحقيقة نشاهد شباب كثيرين وشابات عندهم طاقات إنتاجية كبيرة يحتاجون حق من يرشدهم إلى كيفية تأسيس الأعمال وكيفية تنمية الأعمال. هاي الجمعية الحقيقة مشكورة قاعدة تحتضن كثير من الشباب وتوفر لهم هذا النوع من التدريب اللي يمكنهم من تأسيس ثم إعطائهم بعض الحاضنات اللي تخليهم أيضا بالممارسة إلى أن يدخلوا سوق العمل ويأسسوا أعمالهم الخاصة. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحين تكون جزء كبير من المجتمع التجاري، ولذلك هذا المركز هو لمساعدة المبتدئين. احنا نتحمل عنهم مصاريف التأسيس ومصاريف الأجار ومصاريف التلفونات والإنترنت حتى يكونون حالهم، وبعدين نخليهم بعد سنتين يطلعون في المجتمع. هذه البروجرام اللي اليوم افتتح سعادة الوزير هو اللي أعطاهم الحقيقة الحرفة على أساس يعرفون شلون يبدؤون العمل.